كلامنا عن المواجهة الحاسمة، المواجهة المرتقبة بين الأهلي والوداد ما زال مستمر. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم، عوامل كتير جدا بتحسم المواجهات اللي من العيار التقيل، وظروف كتير جدا متشابهة بين النادي الأهلي في الفترة الأخيرة وأيضا نادي الوداد، باستثناء قدرة الأهلي على حسم البطولة المحلية والفوز بالدوري العام، وده اللي ما اتحققش للوداد. ناس بتشوف إنه ده ممكن يكون حافز أكبر للوداد على تحقيق حلم الفوز بالبطولة الأفريقية، وده اللي ما نتمناهوش طبعا، وناس كتير بتقول إن ده ممكن يأثر سلبا على الروح المعنوية، ودي الفرصة اللي يجب على النادي الأهلي استغلالها، خصوصا إنه الأهلي بيلعب بأفضلية وأريحية، إنه مباراة الذهاب في المغرب، وبالتالي تحقيق نتيجة إيجابية هناك تسهل بشكل كبير جدا من مهمة المارد الأحمر في مباراة العودة في القاهرة. إيه الخطة وإيه التشكيل وإيه هي مواطن القوة ومواطن الضعف وإيه هي الكروت والأوراق اللي لابد من استغلالها؟ الفرصة دي هتكون مع واحد من نجوم النادي الأهلي، كابتن هاني العجيزي، ضيفنا في السادسة. مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الخير يا زحمة، ازي حضرتك؟ ازيك انت كأهلاوي طبعا، يعني كلنا على نار الحقيقة، مستنيين طبعا المواجهة يوم السبت ان شاء الله بين الأهلي والوداد. خليني ابتدي مع الجهاز الفني ومع موسي ماني. ناس كتير جدا في الفترة الأخيرة لتجربة فايلر اللي ناجحة على مستوى الأرقام والإنجازات، راجل حقيقة حقق دوري، حقق سوبر، قدر يوصل لقبل نهائي أفريقيا، لكن ما كانتش مطمنة قوي من مستوى الفرقة وإحنا رايحين لمواجهة الوداد في المغرب. اتحولت المشاعر دي لحالة من الارتياح وحالة من التفاؤل مع تولي موسي ماني المسؤولية، خصوصا مع العروض اللي قدمها في ثلاث مباريات تعتبر من حيث القوة مباريات قوية، في مع المقاولين وامبي وبيراميدز. هل بتتفق مع نفس الرؤية ولا ليك وجهة نظر مختلفة؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا، لأن مستر فايلر طبعا لما كان موجود قبل كورونا كان شيء، وكلنا متفقين على الموضوع ده، وبعد كورونا شيء تاني خالص. أكيد طبعا، أكيد الراجل يعني اللي احنا عارفينه واللي احنا سمعناه كله، أن الراجل أكيد في ناس قعدت معاه وفي ناس كلمته، لأن الشكل كليا اتغير، شكل الفرقة اتغير تماما، ما بين خططيا، ما بين تكتيكيا، ما بين حتى كعناصر في الملعب، بقينا نشوف حاجات غريبه كانت بتحصل. وده يعني احنا مش عايزين برضو نتكلم على الراجل فايلر وحش، لان الراجل ده مثل النادي الاهلي، والراجل كان موجود في النادي الاهلي وحقق بطوله وعمل شكل كبير للنادي الاهلي. انا مش بقارن بين المديرين الفنيين، بقدر ما انا بقارن بين مستوى اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره مع فايلر ومستوى اداء النادي الاهلي. ده مقياس ياخدنا لترمومتر كده نقيس بيه او نحاول نقرا بيه هنلعب ازاي في ماتش الوداد. انا بتكلم بس على فايلر قبل كورونا وبعد كورونا، لسه ما دخلتش في مستر موسي ماني. بالظبط. فالراجل فعلا كان في تغيير كلي وتغيير يعني شامل في كل حاجه، ان الراجل بعد قبل الكورونا كان ماشي بسيستم معين، كان ماشي بطريقه معينه ماشي بيها اللي هي 4-2-3-1، وكل واحد كان بيلعب في مكانه، يعني قفشه كنا بنشوفه دايما في رقم 10، عبد الله الشحات كان موجود في مكانه، كهربا كان موجود في مكانه. بعد الكورونا جينا لقينا في تغيير في عناصر وفي تشكيل وفي خطط طريقه لعب، في كل حاجه، في كل حاجه. فهو نفس الراجل، كنا عايزين نعرف بس ايه التغيير اللي حصل. فهو احنا اكتر تغيير حسيناك كجماهير يا كابتن هاني هو الروح ما كانتش موجوده يعني فعلا. يعني كنا حاسين، ورغم من على فكره يعني الفتره حاجه بتتكلم عليها دي كان الاهلي بيكسب تقريبا كل ماتشات، وحسبنا الدوري بفارق كبير جدا عن اقرب منافس لينا، وقبل ما ماتشاتنا تخلص بعتقد بسبع ماتشات. لكن انا بتكلم على اداء اللعيبه، اداء الفرقه بشكل عام، رغم تحقيق الفوز والثلاث نقط في كل ماتش، لكن كنت بتحس انه الاداء ما فيهوش طعم، اللعيبه بتادي ما فيش روح، وده اللي كان مقلق بالنسبه لنا واحنا رايحين لقبل نهائي افريقيا. اكيد طبعا، اكيد. وانا طبعا عايز احيي مجلس الاداره على الخطوه اللي خدها، ان هي تغيير مستر فايلر بمستر موسي ماني. الراجل جه فعلا عمل طفره في وقت زمني قصير جدا. مفيش مدرب في العالم بيجي بيبان شكله او بيبان شغله في خلال ثلاث ماتشات. يعني الراجل برده مش عايزين نحكم عليه بسرعه، لان الراجل داخل على مرحله يعني مرحله صعبه جدا. الراجل جاي على فرقه بتلعب نصف نهائي بطولة افريقيا، دي حاجه مش قليله جدا. واختيار الراجل موسي ماني في التوقيت ده احسن قرار مجلس اداره خده. يعني اكيد مجلس اداره كان ليه فكر ان هو يجيب راجل زي ده، وراجل بقاله 8 سنين في سان داونز وبياخد بطولات، وراجل يعني عمل حاله في سان داونز والناس كلها بتعشقه هناك، يعني لدرجه ان الراجل ويبدو ان هو بيعشق الاهلي. ده حقيقه يعني فعلا، ده حقيقه. باين عليه فعلا ان هو كان فرحان جدا، وباين عليه في تصريحاته كلها ان هو الراجل ده يعني
تحس ان هو بقاله كتير معانا يعني ما بقالوش مثلا اسبوع او 10 ايام. ففعلا الراجل تحس ان هو يعني راجل مصري، راجل يعني من يعني زي مستر مانو جوزيه كده لما كان موجود ما كنتش تحس ان هو راجل برتغالي، لا من كتر ما هو اتعامل مع اللاعب المصري وقدر ان هو يفهم عقليته بالظبط، دخل في دماغ اللاعب المصري، ففعلا تحس ان هو خلاص واحد من المصريين. مستر موسيماني عنده هي الحته دي كويسه جدا. طبعا مش عايز اتكلم في فنيات، هنتكلم في فنيات بعدين، لكن هو عنده الحته دي كويسه قوي ان هو حتى لو جيت تبص يا استاذ احمد حته صالح جمعه الراجل كان بعيد جدا، بدا يتكلم معاه وبدا يعمل قعد معاه وبدا يقول له انت لعيب مهم معايا في الفرقه. وصالح من لوعيه اللعيبه اللي هو فعلا محتاج التعامل النفسي اكتر من الـ من الـ من الفني، ان انت تقعد تتكلم معاه لازم تحسسه بقيمته، لازم تحسسه انت لعيب كويس، بس لازم برضو صالح يعني يقعد مع نفسه برضو، لان الفرصه مش هتجيلك كتير. الناس يعني انت عندك ميزه كبيره جدا، جمهور النادي الاهلي كله بيحبك وتقريبا جمهور مصر كله بيحبك لان عارف ان انت لعيب كويس وعندك امكانيات كبيره جدا، والناس مستخسره ان انت ما بتلعبش. يعني انت بقالك 5 سنين في النادي الاهلي تقريبا، يعني مش عايز اقول ما حققش حاجه، لكن ما حققش حاجه لنفسه، هو ما حققش حاجه، ما عملش اسم كبير في النادي الاهلي يقارن مثلا بالناس الكبيره اللي كانت موجوده في الاسامي اللي كانت موجوده في النادي الاهلي. لكن مستر موسيماني بصراحه انت بتتكلم على صالح اللي بعيد عن الملعب، لكن عايز اقول لك انه جماهير النادي الاهلي شافت اللعيبه، يعني بعض اللاعبين اللي كان بالنسبه للجمهور يعني في علامات استفهام كتير في فتره او تحس ان هو مش في افضل حالاته، شافت نفس اللعيبه مع موسيماني في قماشه ثانيه خالص. ثانيه خالص فعلا. يعني انت جيرالدو نزل، انت عارف ان جيرالدو كان مستر فايلر مصمم عليه، وكان دايما سؤال بيساله الجمهور هو في يعني ليه جيرالدو، يعني كل فرصه بياخدها ما بيقدمش جديد، ورغم كده الراجل نزل مع موسيماني لانه قماشه ثانيه خالص. حتى اتكلمت فيها انا في مسيره تحليلي، قلت يعني تغيير المدرب ده ممكن يبقى في صالح لاعب وممكن يجي مروان برده مع موسيماني حاجه ثانيه. محمد هاني بقاله ما شاء الله 3 ماتشات بتوع اللي لعبهم يعني او الماتشين اللي لعبهم الاخرانيين حاجه ما شاء الله، يعني نقول جه بقاله كتير كان بعيد وجه هاني مره ثانيه. ديانج نفس الكلام، ديانج الماتش اللي طبعا فات يعني اخر ماتش حاجه ما شاء الله عليه. فده اللي انا بتكلم فيه، ان الراجل قدر يتعامل نفسيا مع اللعيبه كويس جدا، ودي حاجه مهمه جدا للاعب المصري. اللاعب المصري محتاج ان انت تتعامل معاه نفسيا يعني بشكل كبير جدا. فالراجل يعني انا شايف ان هو يعني لحد الان ماشي بخطى ثابته جدا. انا يعني انا قلت حتى في الاستوديو التحليلي قبل كده، قلت الراجل عنده فرصه ذهبيه جدا، يعني ان هو لو خد البطوله دي هيبقى ليه شان كبير جدا في افريقيا، مش في افريقيا بس، لا في العالم كمان، لان الراجل يعني داخل على مرحله، انت زي ما قلت داخل على نص نهائي افريقيا، لسه عندك بطوله كاس، يعني لو خدت البطولتين دول في خلال الفتره الزمنيه دي فدي حاجه كبيره جدا، والبطوله غايبه عن النادي الاهلي تقريبا اكتر من 5 سنين. لو دخلت جعاء لموسيماني دلوقتي يا كابتن هاني، ايه اكتر حاجه شاغله باله؟ يعني الراجل بيفكر في ايه؟ يفكر انه يشتغل على الاوراق الرابحه اللي معاه، ولا على انه يسد نقط الضعف اللي ممكن تكون موجوده نتيجه الغيابات، ولا يشتغل على الطريقه والخطه؟ يعني ايه اكتر حاجه شاغله عقل وفكر مستر موسيماني دلوقتي؟ بص حاجات كتير جدا. الله الراجل الله يكون في عونه بصراحه، بيلعب فرقه تقيله جدا، فرقه ليها تاريخ كبير جدا في دوري ابطال افريقيا، فرقه محترمه وعلى ملعبها فرقه يعني مش سهله، لا فرقه كبيره، والراجل اكيد يعني بيفكر كتير جدا في المباراه دي. اول حاجه بيفكر فيها ازاي نطلع من المباراه بدون خسائر، يعني مش بدون خسائر، لا يعني انت اقل الخسائر، ان انت مثلا يعني اخرك تعادل، لو تعادلت دي بحاجة كويسه جدا. الحاجه الثانيه ان انت في نفس الوقت عندك اصابات كتير جدا وعندك غيابات كتير جدا، فازاي برده دي برده بتبقى صداع في راس المدير الفني، ان انت ازاي تحط الناس المناسبه في الاماكن اللي هي عندك مشاكل فيها، فدي حاجه مهمه جدا. عندك الحاجه الثالثه يعني ان انت برده بتلعب فرقه يعني كلنا عارفينها وكل حاجه، لكن برضو الكورونا وعندهم برضو غيابات، فانت برضو التشكيل بتاعهم زي يعني انت ممكن تكون يعني الناس عارفه تشكيل النادي الاهلي والناس بتتكلم عن النادي الاهلي. انت على التشكيل الاخراني اللي لعب ماتش بيراميدز، رجع لك معلول ورجع لك جيرالدو ورجع لك ايمن اشرف ورجع لك الشناوي، تمام، وبيتهيألي الاربعه يمثلوا أكيد يعني طبعا أكيد اضافه أكيد قويه جدا لفرقه النادي الاهلي. اكيد طبعا اكيد، وبرده في غيابات هناك، احنا على فكره الموضوع بيننا وبينهم متساوي 50-50، لان يعني في غيابات برده عندهم هناك في خط الظهر كتير جدا، وعندهم كومارا اعتقد كومارا ده من اللعيبه المميزه جدا، يعني الراجل بيعتمد عليه اعتماد كل ممكن يلعب ماتش العوده، يعني ممكن يلعب ماتش انا سامع ان هو يعني سامع ان هو في النهارده تصريح ان هو بيقول ان هو جاهز، لكن الراجل المدير الفني
بس برضو على فكره حاجات بطوله افريقيا دي بالذات ما تاخدش بالتصريحات ما تاخدش بالتصريحات الا لا بس ده غايب بقى له 10 ماتشات يعني صعب قوي انه يبقى جاهز لماتش متهيألي يعني انت لو عندك لعيب مهم ممكن يلعب ممكن طبعا ممكن لان يعني لعيب مهم زي ده اعتقد وجوده في الملعب حتى مش فني انت برضو بتعتمد في افريقيا بتعتمد على الخبرات الناس لازم تاخد بالها من الحته دي ان افريقيا يا جماعه غير الدوري افريقيا بيبقى انت نفسك تبقى عندك لعيب خبره يبقى موجود بس في الملعب يعني انا اعتقد ان احمد فتحي وجوده في ماتش الوداد ان شاء الله اللي جاي ووليد سليمان الناس اللي هي القامه الكبيره دي والناس الخبره دي لعبت افريقيا كتير بالزبط. عندها بالزبط. الناس دي لازم الناس دي تبقى موجوده لازم مش بتكلم في التشكيل لا بتكلم انها تبقى موجوده يعني طيب تدي روح عايزك تكلمني اكتر عن مواطن قوه الوداد وازاي احنا نلعب عليها او ازاي مستر موسيماني يبني خطته وايه هي مصادر الخطوره في فرقه الوداد بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا معاك كابتن هاني اهلا بحضراتكم مره ثانيه زي ما قال لي كابتن هاني واحنا في الفاصل الفرقتين خايفين من بعض والفرقتين عاملين حساب بعض والحقيقه يمكن يكون في كل فريق مصادر قوه هيحاول يستغلها افضل استغلال وفي كل فريق مواطن ضعف هيحاول خصمه انه يستغلها برضه افضل استغلال هنحاول نقرا مع حضراتكم ومع ضيفنا طبعا كابتن هاني العجيزي مصادر القوه ونقاط الضعف في فرقه الوداد اللي يمكن تكون بعيده قدمنا لحضراتكم في السادسه بروفايل لاكثر من لعيب بيتميزوا الحقيقه بشكل كبير من الناحيه الفنيه والبدنيه والمهاريه في الوداد منهم وليد كارتي منهم اسماعيل حداد منهم كازادي كاسونجو الحقيقه يمكن من ناحيه الهجوم فرقه تقيله الحقيقه الوداد يمكن نقاط الضعف اكتر يمكن في خط الدفاع خلينا نشوف قرايه كابتن هاني لفريق الوداد ايه هي اهم مواطن القوه في الفريق من وجهه نظرك اللعيبه اللي لازم تتحيد او لازم تتراقب او لازم نطلعها بره الماتش عشان نقدر نحجم فرقه الوداد او القوه الهجوميه لفرقه الوداد كابتن هاني وايه هي نقاط الضعف كمان اللي لابد ان الاهلي يستغلها او يلعب عليها في مباراه الذهاب هم عندهم الحته الخط الامامي يا استاذ احمد يعني مميزين جدا فيها تمام وعندهم الاطوال برضو عندهم اطوال كويسه جدا يعتمدوا عليها دايما في الكرات الثابته يعني انا بيلعبوا كره على الارض اكتر ولا بيلعبوا كره بيلعبوا لا الكور الثابته غير طريقه اللعب طريقه اللعب انت بتلعب مثلا خطه بتلعب على الارض طريقه لعبك على الارض ان انت بتستحوذ زي نفسي برده نفس النادي الاهلي نفس الطريقه نفس الاسلوب ايوه قلت لي ان ميغيل جاموندي مدير الفني قريب شويه طريقته او اسلوبه هو ارجنتيني انا ارجنتيني فطبعا انت عارف الارجنتين والبرازيليين بيحبوا ان هم يلعبوا الكره على الارض بالظبط فهي دي مميزين فيها فالراجل لما اتفرجت على كذا ماتش اليوم فعلا كل طريقه لعبه على الارض بيعتمد على الكرات الثابته في الفاولات فقط او في القران الحاجات اللي هي الثوابت دي بتبقى عندهم ميزه كبيره جدا كان عندهم الماتش اللي قبل اللي فات اللي هو قبل الماتش اللي هو بتاع نهايه الدوري لا اللي هو قبل نهايه الدوري مش فاكر كان مع مين كسب الماتش 2-0 بفاولين تمام يعني كوره ثابته حاجات ثابته بالنسبه لهم هو انت عارف شمال افريقيا دايما مميزين بالحاجات دي طبعا. يعني انا حتى كان عندنا مشكله مع النادي الاهلي في البطولات الاخيره كانت نفس برده الطريقه الفاولات والكلام ده فهم دايما بيعتمدوا على الحاجات دي عندهم طبعا الكارتي عندهم كارت لعيب كويس جدا لعيب خامه طيبه جدا بيعتمد عليه اعتماد كلي برده في الخط الامامي انا عايز بس اقول حاجه كابتن احمد ان النادي الوداد ما خسرش في خلال 26 مباراه في بطوله افريقيا على ملعبه يعني تعادل فاز في 22 وتعادل 4 مباريات فده مؤشر يعني يخوف بصراحه يعني برضو لازم نديهم حقهم ان هم فرقه محترمه جدا وفرقه لازم يتعمل لها الف حساب طبعا برضو هم نفس الكلام بيعملوا حساب للنادي الاهلي النادي الاهلي برضو واخد 8 بطولات افريقيا النادي الاهلي طبعا يعني مش يعني الناس كلها عارفه مين النادي الاهلي حتى التصريحات بتاعه المدير الفني او اي حد موجود في هناك في المغرب بيتكلم عن النادي الاهلي نادي كبير وجود اسم النادي الاهلي في اي مكان ده لوحده بيخوف اي حد فاعتقد ان المباراه هتبقى سجال ما بيننا وبينهم واعتقد ان هي هتبقى مباراه حلوه الميزه اللي عندنا الثابته والكرات العاليه مواطن قوه بالزبط بالنسبه له بالظبط وليد الكارتي في لعيبه تانية من وجهه نظرك في كاسونجو وفي كامارا برده لو هو هيلعب لان برده كامارا ده كان بيعتمد عليه برده بشكل كبير ويعني في كام لعيب برده موجودين هناك
لعيبه تقيله يعني. سرعات عندهم ايه يا كابتن؟ عندهم سرعات طبعا، عندهم ناحيه اليمين وناحيه الشمال عندهم سرعات جدا. لازم محمد هاني وعلي معلول ان شاء الله اي حد يبدا، مش عايز اقول اسماء طبعا. اي حد يبقى موجود اتمنى ان هو يعني محمد هاني بدا فورمه تزيد الفتره اللي فاتت اخر ماتش يعني حاجه بصراحه حاجه. بس محمد هاني بطوله افريقيا غير الدوري. انت برضو بتلعب وبتلعب يعني ماتشين، مش بتلعب ماتش سيزون كامل ان انت عندك وقت ان انت ممكن تبقى وحش ماتش او لا. انت لازم ماتش لازم تركيزك كامل. انا هتكلم معاك على التركيز والاستعداد، يعني انتوا كنتوا بتحضروا ازاي لماتشات افريقيا على مستوى اللعيبه نفسها؟ لانه انا عارف انه فكره انك انت تحقق بطوله دوري حلم لكل لعيب، لكن انك تحقق دوري ابطال افريقيا ده بالنسبه لك يعني حلم كبير جدا. بس خليني احسن برضو او اقفل فرقه الوداد بدنيا، يعني واحده من اكتر حاجات بتميز النادي الاهلي على مدار تاريخه كله الناحيه البدنيه واللياقه، وانك تقدر تدي 90 دقيقه، ويمكن اللي يدلل على ده قدرتك على احراز دايما الاهداف حتى في الوقت الضايع من الشوط الثاني. بدنيا شايف فرقه الوداد ند للنادي الاهلي في نفس المستوى او اقل؟ لا يعني نفس المميزات اللي عنده هي عندك يعني، برضو انت برضو بتنتاز عندك برضو. شايف انه الكفتين بالظبط بالظبط، ما هي دي بقى هي دي المشكله، دي اللي مصعبه المباراه. ما حدش عارف مين، يعني انت لو جيت تسال اي حد في الشارع هيقول لك مش عارف النادي الاهلي. بس في ماتشات ما بيبقاش ليها حسابات يا كابتن. طبعا طبعا، يعني بالتاكيد انت لعبت ماتش او كنت رايح ماتش شايفه صعب جدا، لقيت نفسك بتعمل نتيجة إيجابية جدا، والعكس الصحيح تبقى داخل ماتش وانت مرتاح وحاسس انه شبه محسوم، تلاقي الموقف متصعب عليك. حصلت بالتأكيد معاك، حصل كتير. حصل كتير جدا. بتختلف في حالة اللعيبة زحمة في الماتش، حالة اللعيبة بتبقى عاملة ازاي في الماتش، تجهيزاتك للماتش بتبقى عاملة ازاي، تفكيرك بيبقى وصلت لحد فين. انت برضو يعني احنا نفتكر ان مستر مانو جوزيه في تقريبا في بطوله افريقيا في سنه من السنين الراجل جاب لنا دكتور نفسي، دكتور نفساني، ان هو قاعد معانا وبيتكلم معانا، لان كان في لعيبه صغيره كانت لسه جايه النادي، والراجل كان شايف في عينينا او في عين الفرقه ان في خوف وفي رهبه، وكمان كان ايامنا كان في مدرج بيبقى مليان بيتقفل. طبعا طبعا، فالموضوع الراجل لما حس كده ضغط نفسي كبير على جاب لنا دكتور على طول يعني. في اتكلم الاداره قال لهم انا محتاج دكتور نفساني، وقعد معانا واتكلم معانا وعمل ورقه كده قال لك يا جماعه، قعد يجيب لك والله العظيم انا عمري ما انسى اليوم ده، كتب اسئله. انت لو مثلا شايف قدامك 60,000 متفرج هتبقى حاسس بايه؟ اول كوره لما تجي لك هتعمل بها ايه؟ مش عارف لو غلطت غلطه. الحاجات دي مهمه جدا للاعيب المصري، مش اللاعب المصري بس اكيد لو جيت تتفرج. والله مش بس اللعيبه يا كابتن هاني، حتى الناس اللي ما بتمارسش رياضه والناس اللي حقيقي فكره انك انت تشتغل على نفسك طبعًا. ده شيء مهم جدا، زي انت بتشتغل فتنس وبتشتغل رياضه وبتهتم بجسمك، مهم جدا تهتم بنفسيتك وتحاول تتطور، وازاي تتعامل مع المواقف الصعبه، وازاي تطور ده على فكره مش بالضروره تبقى عيان او عندك مشكله عشان تتعامل مع طبيب نفسي. غلط بالظبط، قدره على ايجاد الحافز أكيد. وانك انت تحط الهدف ويبقى عندك اصرار على تحقيقه أكيد. ومعظم على فكره الفرق الرياضيه الكبيره طبعًا. جدا لازم يفيد عندها حد اخصائي طبعًا. بيشتغل على الجزئيه قبل كل بطوله معينه او قبل كل فتره معينه، لازم الدكتور النفساني ده بيقعد معاهم. فانت يعني الفتره دي انا شايف برضو ان مستر موسيماني يعني عمل النهارده حاجه ما كانتش موجوده بقالها فتره. ان هو النهارده بالنسبه للاعلام مفيش عمل حظر اعلامي النهارده، مفيش اي حد يتكلم باي تصريح. ودي وحته السوشيال ميديا كمان قالك محدش اي حد يدخل من اللعيبه على السوشيال ميديا، يمكن اي حاجه ممنوع. وده يعني ده يدل ان الراجل فعلا فاهم اللعيب المصري بيفكر في ايه. تمام. يعني حتى لو جيت تبص فايرال قوي بالظبط كده فدي حاجه ميزه كبيره جدا بصراحه. يعني دي برده حاجه من يعني من سبب الاختيارات الاختيار موسيماني. الحاجات دي اكيد يعني النادي الاهلي برده لما جه اختار الراجل مش اختار عشوائي يعني اكيد يعني. فالحته دي مهمه جدا باللاعب المصري في الوقت ده، لان انت عارف قد ايه اللاعب المصري دلوقتي بيركز على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا بتاثر ازاي بالسلب على اللاعب في المباريات، وده بيبان مع كذا لعيب مش في النادي الاهلي بس، في الانديه كلها، لان انا لسه مبطل قريب فعارف الموضوع ده ليه تاثيره ازاي بالسلب على اللاعب. فدي حاجه ميزه من مميزات برضو الراجل. اعتقد ان الراجل لحد الان ماشي بشكل يعني يبني خطته على طريقه لعب الوداد، على مفاتيح لعب الوداد، ولا يبني خطته بناء على الطريقه اللي الاهلي متعود عليها او بيلعب بيها تحت قيادته والاوراق المتاحه اللي تقدر تنفذ الفكر والطريقه دي؟ بص احنا مش هنتكلم في الاوراق المتاحه يعني ممكن نتكلم في حاجات يعني تخيليه كده، لان تمام. الراجل برضو هو القرار الاول والاخير ليه. بس ممكن عندي مثلا انا بقول السؤال ده ليه؟ انا عشان برضو بحط نفسي مكان الجمهور. فممكن اقول لك ايه، ماتش زي الوداد ده يفضل انه
خط نص الاهلي يزيد يعني يبقى جنب السوليه وديانج يبقوا ثلاثه يخش معاهم حمدي فتحي بما انه ايمن ان شاء الله رجع بالسلامه فيبقى عندنا ايمن وياسر ورا وقدامهم الثلاثه دول اطمن الاول وامن ورا واشوف ممكن العب ازاي قدام مثلا ده على سبيل المثال ولا تفضل ان احنا نلعب زي ما احنا ثابتين 4-2-3-1. بص انا من رايي ان الراجل لعب بالخطه بتاعته ده رايي الشخصي لان انت لو ممكن لو ربنا كرمك وجبت جول هناك هيفرق معاك جامد جدا هيفرق معاك كليا ان انت لما تيجي هنا الماتش هيبقى يعني بلغه الكوره كده ان انت جاي مرتاح ان انت جاي مش عليك ضغط ان انت ممكن تكسب 1-0 حتى لا قدر الله واتعادلت فدي حاجه كويسه جدا اعتقد ان الراجل موسيماني عنده الناس وعنده القدرات ان هو يقدر يعمل ماتش كويس هناك ويقدر ان انت تبقى ند قوي ليهم هناك وان انت تكسبهم في ملعبهم ايه المشكله احنا دلوقتي زي ما بنتكلم على الدوري الاوروبي كله والدوري الاسباني والدوري الانجليزي الدوريات كلها مفيش حاجه اسمها انت بتروح تلعب بره ارضك او جوه ارضك احنا بنشوف دلوقتي البايرن بيكسب برشلونه 8 بتشوف احنا نكسب الوداد 8 احنا عايزين 2 عايزين نصعد بس مش عايزين 8 وليفربول صحيح ما وليفربول بطل اوروبا وبطل انجلترا شايل 7 بالظبط فيعني الكوره دلوقتي ما بقتش ان انت تروح تقفل والكلام ده لا انت تروح تهاجم وكمان عندك دافع ان مفيش جمهور فايه المشكله يعني الاول كان في مشكله ان انت بتلعب تحت ضغط جماهيري وتحت ضغط عصبي والكلام ده كله وانت في الملعب بتبقى حاسس بضغط الجمهور في ماتشات زي دي يا كابتن هاني يعني بتلعب الوداد على ملعبه او بتلعب الترجي على ملعبه او النجم الساحلي او اي فرقه بالذات من شمال افريقيا لانه الجماهير دي بتعمل حاله شحن عنيفه قوي اكيد بتتاثر وانت بتلعب في وسط الجمهور زي انا ده. بالنسبه لي ما فيش حاجه يعني انا بالنسبه لي لا لكن في لعيبه كانت بتتاثر فعلا في لعيبه كانت بتتاثر في لعيبه كانت يعني بتشوف الخوف في عينيهم مش في النادي الاهلي بس يعني انا لعبت حتى في افريقيا مع نادي سموحه لا في لعيبه طبعا لو اول مره بتلعب او الكلام ده بتلاقي الخوف عينيهم بتلاقي بيأثر على المستوى طبعا في الملعب. طبعا طبعا فحته الجمهور دي وكمان يعني جمهور الوداد مش اي جمهور يعني جمهور الوداد جمهور احنا عارفين كله عامل ازاي وقد ايه ان هو بيبقى يعني نقطه قوه للفريق الوداد دي حقيقه لان انا أي. انا شفت جمهور الوداد واتفرجت عليهم بيدي حافز كبير جدا للعيبه يعني اعتقد ان هم شبه جمهور لا مفيش شبه زي جمهور النادي الاهلي لا مفيش زي جمهور بس في نفس الحال اصلا نفس الحال. في جماهير ممكن تملى المدرجات بس ما يكونش ليها تاثير على فرقتها لا بالظبط لكن في جماهير بتهز جبال ده حقيقه طبعا يعني. ده حقيقه طبعا فجمهور النادي الاهلي طبعا بيتحرك الصخر يعني ده حقيقه فعلا ده حقيقه والله العظيم يعني احنا ايام ما كنت بلعب في النادي الاهلي على فكره في ماتشات معينه وفي لحظات معينه في ماتشات معينه كان جمهور الاهلي بيلعب صح والله بكلمك جد صح. يعني كان جمهور الاهلي بيشيل الفرقه بتلاقي اللعيبه بتطلعها يعني مش اقصى ما عندها فوق مستوى فوق اقصى ما عندها كمان خليهم يحسموا ماتشات عشان كده بقول لك تاثير الجمهور بيبقى طبعاً فارق جدا طبعا طبعا فاعتقد ان هي دي يعني دي ميزه برضو للنادي الاهلي ان انت هناك مش هيبقى الجمهور موجود واعتقد ان اللعيبه اللي موجوده الكواليتي اللي موجوده بالنسبه للعيبه الاهلي ان هم لعبوا في ناس لعبت كاس عالم ولعبت افريقيا قبل كده كتير فالموضوع بالنسبه لهم يعني مش حاجه جديده انا شايف ان اللعيبه هتقدر ان هي تتغلب على الموضوع ده واعتقد ان شاء الله باذن الله يعني ان الراجل اتمنى ان الراجل موسيماني ان هو يحط التشكيل المناسب باذن الله وان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه التشكيل والسيناريو انت قلت لي خلاص يلعب بخطته 4-2-3-1 تمام حط لي التشكيل اللي يبتدي بيه الراجل المباراه وايه السيناريوهات المحتمله من وجهه نظرك يعني ازاي تتعامل مع وبالتاكيد الراجل هيبقى حاطط اكتر من سيناريو محافظ اللعيبه انه لو حصل كذا او لو جه فينا جون في التوقيت الفلاني او لو احنا جبنا جون في التوقيت الفلاني هنتعامل ازاي مع المباراه ابتدي لي بالتشكيل بص على حاجه الراجل هيلعب بالطريقه التقليديه بتاعته اللي هي 4-2-3-1 مش يعني ما اعتقدش ان هو ممكن يلعب بثلاثه في نص الملعب ما اعتقدش لان الراجل ما لعبش بيها يا اما بقى في مفاجاه هو مثلا قرا للوداد كويس وقرا الخطط المميزه عندهم ده مذاكر الوداد جدا فاحنا ما نقدرش احنا ممكن نتخيل لكن انا عايز وجهه نظر كابتن هاني يعني اعتقد ان الراجل هيبدا بالشناوي ان شاء الله باذن الله لو سليم هيبدا بمحمد هاني ناحيه مع ان اتمنى مش عايز مش انا برضه عشان ما حدش ياخد كلامي ان انا بلاعب حد على حد لا انا شايف في حساسيه شويه طبعا بيزعلوا منك يا كابتن هاني بيزعلوا منك بيزعلوا والله العظيم والله بيزعلوا بس طبعا النادي الاهلي فوق احنا بيتهيالي الاسماء الفرديه بتتلاشى وبتتلغي في ظل انه اللعيبه عندها هدف اسمى واكبر انه الاهلي المهم يحقق البطوله مش مهم مين بيلعب مش مهم مين بيلعب اساسي ومين بيشارك احتياطي الاهم انه الفرقه توصل طبعاً للبطوله الفرقه توصل ان شاء الله باذن الله اعتقد ان شاء الله الشناوي محمد هاني ان شاء الله ياسر ابراهيم باذن الله
ايمن اشرف معايا. يعني انت عايز رايي ولا انت عاوز التشكيل الانسب للراجل؟ لا عايز رايك من وجهه نظرك. ده الانسب، التشكيل الانسب، الانسب بالنسبه لنا. بالنسبه لك انت. بالنسبه لنا ياسر ابراهيم و احمد فتحي سيرد باك. احمد فتحي وممكن حمدي فتحي. وممكن حمدي فتحي يعني برضه على ايمن. على ايمن، على ايمن، على ايمن. علي معلول، السوليه، وديانج. ناحيه اليمين هيبقى مش عايز اقول قفشه طبعا، لان قفشه كانت عامله لنا مشكله الفتره اللي فاتت. اعتقد ناحيه اليمين هيبقى الشحات تمام، وناحيه الشمال اجاي، قفشه 10، وقدام ما بين مروان و لا اختار لي اسم، ما تقوليش بين ومروان وبادجي. وانت عشان انا بالنسبه لي راس حربه. بالنسبه لي بادجي. بالنسبه لك بادجي، لان بادجي هتحتاجه كتير في المباراه دي. هتحتاجه كتير. ما تبتديش بجيرالدو يعني. لا عنصر السرعه ممكن جيرالدو ممكن يبقى في توقيت معين في المباراه. لان انت طول ما الماتش بيمشي وطول ما الوقت بيعدي بيبقى عليهم ضغط اكتر، فممكن يبقى في مساحات الشوط الثاني عندهم في الخط الظهر او ورا الباكين بتوعهم، ممكن تستغل في الوقت ده جيراردو. لان الشحات برضو كلنا عارفين الشحات لسه راجع ولسه برضو ما رجعش في الفورمه بتاعته. أيوه. فممكن تستخدم جيراردو في فتره معينه او وقت معين في المباراه. انت واجهت اي فرقه من فرق شمال افريقيا اثناء لعب بطوله افريقيه؟ يعني لعبت مع فرق من تونس او من الجزائر او من المغرب قبل كده؟ لا انا على السنتين اللي قعدتهم ما لعبتش حد من شمال افريقيا. بس انا في سنه كنت مقيد فيها وفي سنه ما كنتش مقيد فيها. لان كان مستر جوزي كان مشي السنه اللي احنا خسرنا فيها البطوله ومشي، كابتن حسام كانت اول ولايه ليه، وخرجنا من كانو بيلرز لو الناس افتكر. يعني كنا خرجنا من البطولتين ورا بعض. فما لعبتش، لا يعني ما حصلش شرف. بس طبعا يعني طب حتى كجمهور يعني ممكن لو مش حتى مش في الملعب، دايما مدرسه شمال افريقيا يعني بعيدا عن الكوره في طريقه او اسلوب في المواجهه لما بتلعبهم على ارضهم، فكره العصبيه، فكره الشحن الزايد، فكره انه يوترك ويخرجك عن تركيزك، فكره الاستفزاز. هل اتعرضت لحاجه شبه كده في الملعب قبل كده؟ على فكره الافارقه مش شرط شمال افريقيا بس، في افارقه بيعملوا كده برضو. يعني في افارقه بيحاول ان هو يرخم عليك، بيحاول ان هو يخرجك عن شعورك، بيحاول ان هو ينرفزك. فالحاجات دي يعني شايف ان هي خلاص بقت موضه قديمه ومبقتش في الكلام ده دلوقتي. الاعتماد دلوقتي على ادائك في الملعب وعلى سيطرتك مثلا في المباريات والكلام ده. انت يعني ما اعتقدش ان في دلوقتي، بعد موضوع الفار ده كمان بيصعب الدنيا شويه على حته الاعتداءات والاسلوب. والله مش شرط يا كابتن، يعني انت بتشوف يعني شفنا حاجات واضحه وضوح الشمس وما ولا فار ولا غير فار. يا راجل سيبك انت من الكلام ده، فار ايه اللي انت جاي تتكلم عنه؟ نعمل نركب كاميرات طيب في اللعيبه وهي بتمشي. لا فاعتقد ان الموضوع دلوقتي ما بقاش زي الاول، يعني بقى الدنيا هدت شويه. وبعز الاول كان الموضوع كان صعب جدا، وشفنا حتى البطوله العربيه اللي كانت معموله هنا في أيوة. في القاهره التحكيم قلق بالنسبه لك؟ يعني مصدر قلق؟ خايف طبعًا من التحكيم؟ طبعا طبعا طبعا، بالذات في المغرب، لان احنا شفنا السنه اللي فاتت تقريبا او قبل اللي فاتت الوداد والرجاء واللي حصل في النهائي، فبصراحه كانت كارثه يعني. انت بتتكلم على بطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا، وداد والترجي. وداد والترجي سوري. فكانت طبعا يعني الماتش كان فيه كوارث يعني، واعتقد ان التحكيم لازم يبقى فيه حكم موجود يلوك بالفريتين، لان الموضوع مش هيبقى فيه، محدش هيستحمل بقى ان بيبقى فيه غلطات. لان انت بتتكلم دلوقتي في فار موجود وفي ناس موجوده والعالم كله بيتفرج، فمفيش مجال ان الحكم يغلط غلطه سخيفه زي اللي كنا بنشوفها قبل كده. طيب الناس متوقعه مباراه تميل اكتر للناحيه الدفاعيه من النادي الاهلي، يعني متوقعين انه هدفنا الاول ان احنا نامن ورا ونحاول نخطف حاجه قدام. متوقع ان السيناريو يمشي كده ولا متوقع الاهلي يلعب بطريقه متوازنة؟ وإيه اللي تقوله لفراودة وأجنحة النادي الأهلي في ماتش زي ماتش الوداد؟ يعني تمام. لو في نصيحة تحب تقولها لهم يهتموا بإيه أو يركزوا على إيه أو يحاولوا يعملوا إيه؟ طبعا الحتة الدفاعية مهمة جدا، مهمة جدا في مباراة زي دي، اللي أنت لازم الهافين بتوعك لازم يبقى في رجوع مع الباكين بتوعك. ده حاجة يعني مفروغ منها، يعني بتتكلم في مباراة مهمة جدا، مفيش كسل. يعني أنت لازم تبقى تركيزك مليون في المية في مباراة زي دي. ان انت ما فيش حاجة اسمها ان انا مش قادر ارجع، لا
لازم الهافين النهارده الماتش ده لازم الهافين يبقوا كتله واحده مع خط النص مع الباكين بتوعك، لازم يبقى في رجوع كامل، دي ما فيش فيها كلام. حته النص الملعب برده عليه عامل كبير جدا، ان انت ازاي ان انت توقف خطوره اللعيبه اللي موجوده في 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 في, في نص ملعب نادي الوداد. عايز برضو اقول اليو ديانج عملها كويس قوي قوي الماتش اللي فات، ماتش عبد الله سعيد، عبد الله سعيد ما حسيناش بيه عالمي يعني بالظبط، يعني ما حسيناش بيه نهائي عبد الله، ولكن ما حسيناش بطرد السوليه يعني يعني تخيل يعني الاثنين يعني يعني الراجل قايم بدورين، قايم ان انت عندك يعني لاعب من احسن اللعيبه في مصر في الوقت ده، وقدرت ان انت توقف خطورته، وتاني حاجه ان انت بتلعب، مش عايز اقول لواحد لان قفشه كان معايا، مش عايز برضو ابخس حد، وبتكمل وبتروح بتكمل وبتعمل اسيستات، يعني اول ست دقايق عامل اسيست للشحات، فالراجل بدا يتطور وبدا مجهوده، يعني مش عايزين نحسده طبعا لان ديانج لاعب مهم جدا ومؤثر جدا. طيب ده اجي للفراوده، الكلام انت بتقوله معناه انه الفرصه هتبقى نادره والهجمه طبعًا هتبقى عزيزه زي ما بيقولوا طبعًا. الفراوده لو توجه لهم نصيحه، فراوده تحب بتقول لهم ايه يا كابتن هاني؟ الفراوده في مشكله عندنا في الفراوده الفتره دي، ان احنا بنضيع حاجات سهله جدا. يعني ما ينفعش ان انت في مباراه واتكلمنا فيها كتير ان لازم الفراوده تستغل نص فرصه، يعني ما ينفعش ما فيش عندك وقت ان انت يجي لك انفرادين وتقول لي لا المشكله لما احط، لا مش هتجي لك الثالثه، مش هتجي لك، لازم الفرصه اللي تجي لك في وقت زي ده لازم تستغلها كويس جدا جدا جدا. واعتقد ان يعني زي ما قلت يا استاذ احمد ان الانسب بالنسبه لي بادجي، لان بادجي يعني قوامه يعني راجل طويل وراجل افريقي وراجل بالظبط، هو الماتشات دي لعبها كتير تمام، فانا شايف ان هو الانسب واحد ان هو يكون موجود في بدايه المباراه. كل التوفيق، نتمنى نتوقعك للماتش اللي جاي ان شاء الله يتحقق. كابتن هاني نورتنا وشرفتنا في السادسه، وان شاء الله نتقابل الاسبوع اللي جاي ونبارك لبعض ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسه، وبشكر كل الاهلاويه اللي تابعوا حلقه النهارده، ان غدا لنظيره قريب، نقابل حضراتكم ان شاء الله. وحلقه السبت يوم السبت اللي جاي ان شاء الله من السادسه هتكون حلقه خاصه جدا ان شاء الله، قبل ثلاث ساعات من بدايه اللقاء المواجهه المنتظره بين الاهلي والوداد. اتمنى ان حضراتكم تتابعونا، تحياتي لكم.